في لايف لمغني الراب ديدين كانون أجاب فيه على بعض أسئلة المتابعين، حين قال أنه هدفه هو النهوض بالراب الجزائري وتشريفه، كما قال أنه أو أضاف أنه لا يريد أغاني تثير المشاكل بينه وبين زملائه، أنه أصبح ينتقي أغانيه وألفاظه أيضا في الأغاني، هذا لأنه طبعا يتقدم وينضج في عقله. أيضا أغاني تعو أصبحت أو أصبح يهدف بها للارتقاء والابتعاد عن المشاكل. نسمع واش قال. ملك حابين صح راب الجزائري يتطور وننجحوا به، باسكو ما تقدرش تلحق وحدك الى انا نكسر صور ونجوز منه باش انت تجوز منه، باتيري لي على رجلي ما باينه بلي ما نخليكش تجوز، ما نكسروش نصوتي انا دايره. راني نسيت كيفاش نمدوا لكم حاجه اللي تشرفنا وتشرف الجزائر. الراب ديالنا راهو يتسمع الحمد لله وتسمع في لافري كومبلي، عندنا لي فان في الماريكان في فرنسا الحمد لله. الميساج اللي حبيت نلحقو يا خاوتي لي باج تاع راب الجيريان ولا لي فان تاع راب الجيريان، ما زيدش تكلاسيوني مع لي رابور اللي داخلين في الجيم تاع الجزائر، ما زيدش تكلاسيني في الجيم هادي، ما ديروناش حكايات والفتنه ما بين الناس. شي راني نستهزا ولا راني نطيح بالراب الجزائري؟ لا لا، الجيم هذا جاب لي مشاكل بزاف وسوء تفاهم بزاف مع ناس، والانسان راهو يكبر.